مرحبا بكم مرة أخرى في برنامج لايون على راديو بازار. نذكركم تنجموا تسمعونا على اللايف ستريمينج بازار راديو بان كوم. الحلقة تنجموا تسمعوا زادة الإعادة متاعها على السيت متاعنا، تلقاوها زادة ديزيكستريم موجودين على اليوتيوب، على الفيسبوك، على الانستغرام. ونذكركم أنه يحضر معايا في الاستوديو ضيفتي ابتهال بكاية، عضو في منظمة جي سي إي مكلفة بالتكوين، هكا ولا ليه؟ أيه. ما غلطت يعني؟ لا غلطت. مرحبا بك مرة أخرى. ابتهال باش نحكيه وطوى على اللي يخلي تونس ما تنجمش تلحق على الدول المتقدمة. شنو اللي تراه غلط في تمشي الدولة؟ ثم حاجات لازم تتنحى باش نخلطوا على ركب الدول المتقدمة. حاجات لازم تتضاف. كيما كنا نحكيوا انه تعطي فرصة للشباب ولا بالحق تدعمهم وتأمن بيهم، كيف كيف لازم تكون عندك فيزيون يعني سباقة. مثلا كي نحكيوا على الظهور، يعني كيما نقول مثلا الويب ماركتينغ دي بيزنس، الحاجات هذوما جدد اللي نحكيوا عليهم، ثقافات جديدة، لي انستغرام، الحاجات هذوما جدد لازمك انت تكون سباق. التكنولوجي تاعي انت التكنولوجي فوالا لي زايتيك وكل شيء، واكثر من الانتيليجنس ارتيفيسيال، الذكاء الاصطناعي، مدرك اللي تو عامل حاله في العالم. فوالا انا نشوف انه اي تكنولوجي سي بون، سي دو باست نورمالمون، راهو نحنا صحيح يعني تسمى انتيكا تخمى في حاجه جديده. هي الذكاء الاصطناعي يقول لك شات جي بي تي ودرجنا دونك حاجات اخرين، يعني بالحق لازم الدوله تكون عندها اي نظره استباقيه. دونك فما بنش ماركينغ على لي زوتر بيي وكل شيء من الاول، فهمت؟ هذيك اللي باش تعاونها باش تعمل باش تنظم اي سيكتور يجيها جديد وماهيش فهمته شنو هو. يعني يقولوا انه ثم دي سيرفيس في بعض الادارات ولا الشركات تنجم يعني نلخصوها في ابليكاسيون وهكيك يعني تربح الدولة وحتى يعني كوجهة الدولة للمستثمرين تكون وجهة يعني به، يعني كأنا كمستثمر نشوف الدولة متقدمة في إداراتها وتعتمد يسرع على التكنولوجيا، ولي أنا هذه الدفع اللي أنا باش نجي باش نستثمر الغادي. فوالا أنت راهو هناك تحكي على التكنولوجيا، مش كان التسهيل ولا الكو ولا حتى على التراسابيليتي، حتى تكون لك حاجة حتى أنت باش تمشي للمعلومة، النفاذ للمعلومة يكون أسهل برشا، فهمت؟ دونك علاش أنت تقعد وتو راهو مسألة وقت. تو مثلا أنت كي باش نحكي حتى على الشراء اونليني او حاجه، يعني جوست ان كليك راهو ماشي. ثم دول تعتمد ابليكاسيون تعمرك كل شيء، تجيك الوثيقه نتاعك الرسميه للدار، يعني كل شيء اونليني توا، كل شيء ان كليك لازم يوصلك. سورتو نحن توا بعد الكوفيد وكل نورمالمون رانا قدمنا با كبيره. حسبك عملنا با ولا ما عملناش؟ اللي عملنا با فسر يعني كيفاش من الناحيه. قبل كانت مشكله في السنسيبيليتي نتاع المواطن انه يتعامل اونلاين، انه يستعمل لي زابليكاسيون اللي موجودين. راه ساعات مثلا بالحق تلقى دي مينيستير عاملين دي زابليكاسيون موجودين، اما المواطنين ما يستخدموهمش، يقول لك ما فهمش، اما هو ان فيت باش يمشي يشوف المعلومه ما يشوفش، فهمت؟ دونك فما زاده كيف كيف كسل، مش اونتر بارونتيز من المواطن، فهمت؟ انه باش يمشي يشوف المعلومه ولا كل حاجه كل شيء نحبوه نحن على الفيسبوك فما دي زابليكاسيون، فما دي سوليسيون اون لين. انت ترى انه باش نلحقوا الدول المتقدمه هذه لازمنا نخلطوا على الذكاء الاصطناعي، خلينا نقولوا على تطور التكنولوجيا، ونوظفوها في الادارات، في الاستعمالات نتاعنا اليوميه، نسنسوا الناس بها، يعني حتى من الصغار، يعني من الصغار وانت طالع نسنسوا بها. فوالا انا نشوف انه يزينا من الخوف انه هذيك حاجه ما نعرفهاش ولا هذيك حاجه جديده، دونك نبلوكيها، يزي من العقليه هذيك. مي بالعكس ثم على ذكر ثم التخوفات من الذكاء الاصطناعي، خرجت هكا تاعك نظريه المؤامرات وانه باش تفك البلايص الذكاء الاصطناعي هي اسمعني، راهو اي حاجه عندها لي مفاهيم نتاعها، مي راهو هذيك حاجه باش
باش تلقاها مفروضه راه شفت اي حاجه انت باش تقول ليه ما نمشيش نمشي معاها وكل بعد باش تفرض عليك وتلقى روحك بالعكس انت خسرت الوقت هذاك الكل وانت تحارب فيها اوكي باش تجي حاجه راه باش تفرض عليك تولي حاجه يوميه. خليني نفهمها, خليني نحط القوانين المهمه لها, خليني ندرسها بالكدي ونتأهلها ونتأهبلها باش كي تجي انا ديجا حاضر. شنو اللي تراوى شنو اللي يعني سمحني يعني ثم سؤال باش نسهلو ونحب اجابه صريحه. برشا كلام على دور الشباب شباب 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 شباب, وانا حكيت لك قبيله يعني في الاوف قلت لك الكلمه هذه يعني كشباب كشباب ما نحبهاش. علاش؟ على خاطر يعني نحسها كاستغلال يعني للكلمه. هل صحيح هناك اهتمام بهذه الفئه ما ترش انه الشباب فقط كلمه للزينه تقال؟ هي فما جانب راهو منها صحيح انه نعطيو فرصه للشباب وكل شيء كانه الشباب مركب نقص محني مي الشباب هذيك هو يعني نورمالمون هو الفاعل توا يعني هو اللي يخدم هو اللي يقدم دي سوليوشن هو اللي خاطر هو ديجا مي اجور فهمت دونك تنجم انت تستغل القدره نتاعو والحاجات اللي هو يعرفهم بال مثلا انت تقدم يعني تخليه يقدم لك الخدمات اللي لي بروبوزيشن نتاعو ولا اسمعوا اسمع الشباب فهمت يعني لازمك تسمعوا مش تقول اللي هو لي مازالوا ناقصين خبره ولا حاجه ولا اي اخي الكلمه هذيك فوالا دونك تنجم انت مثلا عنده سوليوشن انت هكا اطروا تاثير فوالا يعني في العصر هذا نجو جن ونقولوا ليلى ما عندكش ليلى خلي افهم الساعة قبل واسمع قبل تيم ثم ناس يعني الترتيران قلت لك يعني مينور وما همش قارين الجنيرا نهيري من زمان يتعلم لك فيش عمل لك ابليكاسيون لك فيش عمل لك سيت ويب تي ناس في الخارج قاعدة تبيراتي يعني في اللي سيتات يعني دي جران سيت يعني قاعدين يبيراتوا فيهم ولاد صغار يعني لي كارت بونكير في العالم قاعدين يبيراتوا فيهم ولاد صغار يعني دوك ما نجموش نستنقصوا هذا كبير هذا صغير هذه انا صراحة يعني نفد منها يعني كلمة هاو صغير هاو كبير لا يعني انا كنت عامل مع طفل اصغر مني ما تعاملش معاه كاساس ايه هو انا اكثر منه ولا كلمة الشعيرة يقولك فايتك بليلة فايتك بحيلة لا ساعات هو تلقى حاجات عنده اكثر مني أكثر. ونحكي انه ديما مثلا حتى في لي زونتربريز وكل شيء البنوك ولا حاجه يقولك ليه انت ما عندكش خبره ولا لازمك خبره يعني سامحني شوف الفكره شوف الفكره ما تشوفش البروفيل تعلم يعني تتعامل مع الدوسي اللي يتقدم لك مش البروفيل شكونه فهمت خاطر ينجم الدوسي يكون طيارة على الاخر بروفيل هو قاعد يتعلم ولا يعني شباب كما نقولوا نحن مي بالحق فكرته تحفونه وتنجم تقدم بيك هذيك نحن الفرق ما بيننا وما بين لي بيي ديفلوبي هو تحكيت يعني قلك خذ يعني التجربه واحد كيف شي مثلا مش تقدم ريكروتمون ويقول له لا نحب يعني عندك تجربه اعطيه الفرصه باش يعمل التجربه كيفاش تعلمه كيفاش يجيب التجربه وانت ما خليتلوش الفرصه يعني. ولا يبدا مسكين يبدا بسالير صغير ولا حاجه لا بالحق عندي انا اعطيني الكونتوني انت شنو جايب اعطيني نتعامل مع الفكره نتاعك مش معك انت البروفيل نتاعك شكون شنو اللي تقترحوه باش الشباب يبادر يعني شنو العراقيل اللي تواجهوا العراقيل اللي تواجه الشباب يعني انه باش يبادر انه باش يفك بلاصته ولازمها تتنحى اللي كنا نقوله فيه توا هو سوبليس انه انت تكون سوبل انك تفهموا انك يزينا من البيروقراطيه نتاع جيب الورقه الفلانيه كتب في الورقه الفلانيه امشي هكا امشي هكا بالحق راهو كشاب ربي يعلم بيه كيفاش جيب الفكره كيفاش مشي ويقعد يتبع راهو مسكين يبدا يمشي من الاداره لاداره ومن بعد يقول لك انا سامحني ما لقيتش حتى حد يسمعني وما فماش دي زانفورماسيون كل واحد يهزني لشكون وبالحق يعني يتعبوا فيها توا ثم خدمه الفريلانس وبرشا شباب يراو ثم عراقيل يعني الفكره هذه مزات ما دخلت لنيش يعني الفريلانس يعني تتعامل مع شركات البرة معاش يعني ما يقدموا له في خدمات هم من تونس يقدموا له في خدمات من غادي ويخلصوهم يعني بالديفيز لكن انا حس مريت يعني في بعض يعني دي كومونتير ثم دي جون قاعدين يتشكيهم من ثم عراقيل قاعدين يواجهوها يعني عندك ما تحكي في الموضوع هذا والله الفريلانس
نورمالمون تنظمت الحكايه نعرف هي لكن ثم تشكيات يعني ماشي تشكيات يمكن في باش يجيب باش الغاباتريمون دارجون يعني exactement. يجيبوا الفلوس انا نشوفها ساعه سي اون اوبورتونيتي باش انك Devise. تدخل ديفيز علاش قلت لك يعني كل اما انا الحقيقه حسب ما نعرف انه هذايا يعني ديجا قديم فيه في البنك مونديال بنك سنترال براتيكمون وبالحق تنظم الشيء هذا وما عادش يعني نحكي على فهمت شنو هو الميساج نتاع الجي سي اي بتهيل المساج بتاع جي سي اي انه نخلق اثر ايجابي في المجتمع انه نحن نعمل اي حاجه ايجابيه في المجتمع انه نوعي الشباب نحن اول حاجه نكونوهم في السوفت سكيلز في الهارد سكيلز كيفاش يتعاملوا كيفاش انه حتى كي يكون عنده بروجي ولا حاجه كيفاش ينجم ينجحوا خاطر انت كي تحكي على اكسيون كما قلت لكم بكري راهو فيها ديريكتور داكسيون شيف كوميسيون لوجيستيك شيف كوميسيون سبونسورينغ يمشي للسبونسور ويحكي معاهم ويلوج الفلوس وكل شيء شيف كوميونيكاسيون على الميديا وكل دونك فما لي شيف هذوما دونك من الحكايات هذوما يفهم برشا حاجات كيفاش انه هو يتعامل الثنيه الكامله يعني باش يوصل فوالا لو بروسيس الكل باش انه هو كي تجيه فكره في مخه كيفاش ينجم لشكون يتوجه كي الدراسه هي فوالا دراسه كيما دراسه مشروع فرخه فوالا هي لاكسيون سي ان بروجي انت عندك مثلا بروجي ولا حاجه تمشي للي باش يعطيوك الفلوس للشركات يعني للسبونسور كيفاش تحكي معاهم كيفاش تقنعهم ثم تفاعل يعني معاكم لي جون حسب الحقيقه فما تفاعل كبير انا مثلا كنت في الكوميسيون سبونسورينغ ديدا نشوف يعني يتفاعلوا لي زونتربريز وسورتو انت كيفاش تعرف تحكي وتجيب دوسي كامل بتاعك وكل فما الحقيقه وقاعدين نشوفوا في نتائج خدمتكم يعني على ارض الواقع اكيد فما نجاحات يعني نجاحات كما نقول لك ديجيتاليزاسيون تاع لي سيرفيس البلديه كيف نحكيوا على بلدية تونس كيف شاسة تريزور تونس تتزين كيف برشا دي بروجي خدمت عليهم لقيت عليهم أثر إيجابية على أرض الواقع أثر إيجابية وزيدا أو ميم طون نحن عنا توت أن بروتوكول ونظام كامل للمؤسسة إنه فما تداول على سلطة كل عام فما انتخابات للمكتب التنفيذي كوسوسوا الديمقراطية في منظمة الجي سي نشكرك ابتهال نمشي نعملوا فاصل قصير ونرجع ميرسي.